شو كلمة الأفلاك لمواليد القوس على الصعيد العاطفي بشهر تشرين الثاني نوفمبر من عام 23؟ يا عزيزي، عاطفياً الفترة الأكثر ملائمة لإلك بتوقع بين 39، يعني ميح. بتسترجع حبك للحياة وللقاءات والمغامرات الرومانسية، بتسود أجواءك فبتشعر أنك مرتاح منساب مع أجواء فيها كثير من الغزل وكلمات الحب والتبادل الرقيق والنظرات الودودة. بتنتهي من بعض المشاكل الماضية، بتضع حد لبعض العلاقات يلي أزعجتك. يمكن بهالشهر تقول خلص اليوم بدي انتهي من كل شيء عم بيزعجني. بتنطلق مع جديد توعدك فيه الأفلاك، ويمكن تلتقي بحبيب العمر خارج بلادك أو أثناء رحلة أو مناسبة عامة. يمكن هالشخص بتحلم فيه من زمان وما قادر إنك تعرب له عن عاطفتك، أو ربما عم بتفكر كيف الطريق إلى وصول لقلبه. بدي أقول لك شغلة، ما حدا قتل حدا لأن قال له بحبك، فهالكلمة ما بتزعل حدا، وإذا قلتها حتى ولو ما كان في تجاوب دايما بتترك أثر عند الطرف الآخر. رح تصير رويدا رويدا نحو إقامة علاقة تحتاج لبعض التروي قبل الحسم. أيضا تلتقي بشخص يمكن يصير إعجابك أثناء أدائك مهمة إنسانية أو اجتماعية أو حتى سياسية أو إعلامية إذا كنت بتشتغل بالشأن العام. كمان إذا كنت عم بتقدم عمل إبداعي أو فني، فبتلتقي بأشخاص بيعب روحهم بتعشق روحك أو بتشبهك، بتلاقي في تعانق أرواح بيناتكن. بفاجئك كمان موقف لشخص بيعبر لك عن إعجابه على غير انتظار. كل ما تقدمت لآخر الشهر تنفرج قدامك الأسارير، وبتصير العلاقات الشخصية والودية أكثر حرارة وأكثر احتمال. يمكن آخر يوم، يمكن آخر أسبوع، يمكن آخر 3 أيام تفاجأ إنه الحب عم بيطرق بابك، وعم بيطرقه بصوت عالي جداً ما فيك إلا ما تفتحت.